بقى براك وما تخلي حدا يفوت عندي، مفهوم يا بلوي؟ حاضر استاذ. بأنو سيارة اجا اليوم؟ بالجولف الجديدة سيدي. إيه طبعا، لأنه تارك المرسيدس لمرته وولاده وكأنه رزق الشعب المسكين داشر بين ايدين الناس. ودخلك مين كان معه؟ أبو لؤي كان راكد قدامه وحامله شنطة. إيه طبعا، هذا قلب الحراسة تبعه. اللي أنت يا أبو جمعة؟ إيه سيدي. وين شفته راح؟ على المكتب ولا عمل فتلة هون وهون؟ لا سيدي، دخل على مكتبه وقفل على حاله الباب وما استقبل ولا مراجع. إيه لكان يا عمي، شو بيهمه؟ يعني واحد مثله رح يسأل عن مصلحة المواطنين؟ أساساً هو جاي ليخدم حاله مو ليخدم المواطنين، ولهالسبب الله لا يخليني إذا خليت المدير. صباح الخير سيدي. شوف يا أبو رغيد، ليش ملهوج؟ سيدي شفت أبو لؤي جاي صوبكم. أصبح يلا روحوا على شغلكم بسرعة، وأوعكم تحكوا شيء قدامه، هذا جاسوس المدير. ها حاضر حاضر. ادخل. صباح خير استاذ. اهلين وسهلين ابو لؤي، ميت مرحبا. وقعنا على المعامله اذا بتريد. مين بعتها؟ استاذ عزام. ايه على عيني وراسي. تسلم. اجا عزام بيك؟ ايه اجا. مين في عنده؟ ما بعرف. احكي الصراحه. ايه ما بعرف. ماشي. شو راح ابو لؤي؟ راح تروح روحه. قال شو ما بيعرف مين في عند المدير، كذاب بنص عينه. الله لا يخليني، إذا راح خليك يا عزام بيك. ماشي الحال. روح يا أبو رغيد وبلغ أبو فرحان وأبو جمعة حتى ينقلوا لي كل الأخبار اللي بيسمعوها عن المدير، ومهما كانت تافهة، لك حتى لو فات على تواليت. أمرك أستاذ. الله لا يخليني إذا خليتك يا عزام، الله لا يخليني. ونحيطكم علما يا سيادة رئيس فرع 303 بأن السيد عزام يستخدم عمال الشركة لأغراضه الشخصية بدلا من استخدامهم للمصلحة العامة، فقد علمنا بأنه أرسل ورشة الصيانة الكهربائية مع سيارة الصيانة لإصلاح الباشونة لحماته، وغابت الورشة ساعتين كاملتين. تصوروا ماذا سيحدث لو أن عطلا خطيرا حدث في الشركة، لابد أن كارثة. ألو. أهلا وسهلا مرحبا. يا أهلا وسهلين، الله يخليك، بعدين والله عم بكتب تقرير، بعدين لو سمحت. لابد أن وين وصلنا؟ كارثة ما كانت ستحل بالمصنع، مما يدل على استهتار هذا المدير، كما أكد لي شاهد عيان بأنه قد سمع المدير وهو يقول للسكرتيرة السيدة شادية: اتركي الأوراق على الطاولة وروحي يا روحي. فهل مكتب السيد عزام للغزل أم للعمل؟
كما أنه قد عين ابن خالته وهو شبه أمي في مخزن الهاتف، فكيف بالله عليكم سيقرأ الأرقام والبرقيات المهتوفة؟ وكيف؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، كم مرة قلت لك لما بدك تفوتي علي تنحنحي سعري، والله نقصتيني. هلأ أنت ما مليت من كتابة التقارير؟ لا ما مليت، ما بدي أتوقف عن كتابة التقارير إلا ليطير المدير. إيه صدقني ما راح يطير من كل هالتقارير اللي عم تنقشها. مين قال لك؟ ابن أختي فتحي. ليش وين شفتي لفتحي؟ اليوم شفته عند أختي. شوف يا جوز خالتي، أنا لو بدي بطير لك مديرك عزام هذا بتليفون واحد مني. طيب شو عم تنتظر؟ دخيلك طيره. كل مشكلة ما بدي يتحمل من نية حدا ولا بدي حط على حالي شغلي هلا. طيب هالتقارير اللي عم بكتبها ما بتطيره؟ لك قلت لك ما بتطير برغوت. شو يعني إذا استعمل سيارات الشركة أو ورشات الشركة لأغراضه الخاصة، ولا عين قرايبينه بالشركة، ولا غازل سكرتيرته؟ هاي كلها أسباب تافهة ما حدا بياخد فيها. العمى على القصة. شلون بدي طيره لك؟ بدك تغير التكتيك. شلون يعني؟ بدك تقوي جبهة المعارضة بالشركة، تخلي الكل يكتبوا عنه تقارير مو بس انت، وهيك تخلق حواليه شوشرة وضجة كبيرة، وساعتها ممكن يطير. طيب إذا طار بدي همتك. ها تكرم عينك، إذا طار ما حدا غيرك بيصير مدير. أهلين أبو فرحان، شو صار معك؟ بلغت الجماعة مشان سهرة عندي؟ الكل تبلغوا، بس ما يكون حدا من جماعة المدير انتبه لك. لا اطمن، ما حدا انتبه. وأبو لؤي؟ أبو لؤي مثل عادته كان لزقان عن باب المدير. يخرب بيته شو نمس، وقدرين مثل الرادار، هذا قال عن واحد من الشركة. صباح الخير سيدي. أهلين، شو في أخبار عندك يا أبو جمعة؟ سيدي المدير العام معاقبه لأبو شريف. موظف الأرشيف ما غيره؟ نعم سيدي، جايب له عقوبة 5% لمدة 3 شهور لأنه ضيع شقفة إدباره. العمى على هالظلم، العمى. إيه هذا ما بيجوز منه؟ أبو شريف موظف قديم وشغيل، وهالأمر ما بيسكت عليه ولا بشكل. فورا بتروح بتبلغ لي أبو شريف بتقول له يجي يسهر عندي المساء. حاضر سيدي. لأنه لازم نكسبه لجانبنا يا أبو جمعة، وكل ما غلط عزام بيك هالشي بيكون لصالحنا. مظبوط سيدي مظبوط. يا زملاء، الحقيقة اجتماعنا اليوم ببيتي ما له أي هدف شخصي مطلقا، بالعكس نحن هدفنا المصلحة العامة، وما حدا له عداوة شخصية مع عزام بيك، بس نحن أعداؤه لأنه هو عدو المصلحة العامة يلي هي بالنهاية مصلحة الوطن. اليوم مثلا مثل ما بتعرفوا عاقب زميلنا أبو شريف. عاقبك ولا ما عاقبك؟ عاقبني سيدي عاقبني. وخصم له من راتبه 5% لمدة 3 شهور، بتعرفوا ليش؟ احكي لنا أبو شريف. شريف قال شو يا سيدي؟ الإطبارة ضايعة. الحقيقة الإطبارة مو ضايعة، الإطبارة لقينا نصها بالأبو ونصها الثاني أكلته الفيران. بقى أنا شو ذنبي؟ شو ذنبي أنا؟ سمعتوا؟ الفيران بترتكب الجرم وابو شريف بيتعاقب. ايه قسما بالله هذا ظلم، ظلم امر من ظلم قرقوش يا شيخ. لا ومن جمعه نقل اسماعيل الجدي على الفرع رقم 4 بالصحراء، بتعرفوا ليش؟ قال لانه اسماعيل رفع فيه تقرير من شان سرقه الخشبه من المستودع، مع انه اسماعيل ما رفع شيء، بس يلي فيه مسله بتنغزوا. وهلا رح اقول لكم على سر ما حدا بيعرفه غيري. بتعرفوا وين مكان التقارير اللي عم يكتبها عزام بيك واعوانه مثل ابو لؤي وغيره من موظفي الشركه؟ بتعرفوا مكان التقارير؟ طبعا ما بتعرفوا. التقارير كلها موجوده بالخزانه يلي جنب مكتب عزام بيك بالغرفه، مكتوب عليها خزانه المكافآت. طبعا كاتب هالشيء مشان التمويه والخداع، بس فيها كل تقرير بيخرب البيت، وكل واحد منكم له اضباره بالخزانه وفيها تقارير شي صار وشي ما صار. وهذا المأزي قصدي عزام بيك رح يبرزها بالوقت المناسب. طيب شو الحل برأيك أستاذ تمام؟ أنا برأيي إنه هالزلمة لازم نتغدى فيه قبل ما يتعشى فينا. شلون؟ يلي بقصده إنه نحن لازم نلدعه تقارير، نسلخه تقارير كل يوم والتاني ونرفعها للجهات المسؤولة، لأنه الجزاء من نفس العمل. يعني إذا عطس، إذا مشي، إذا سكر الباب، فتح الباب، حكى بالتليفون، تأخر، بكر، كل شيء لازم يتسجل عليه.
يعني بدي اياكم تكتبوا فيه تقارير مثل زخ المطر حتى تعرف الجهات المسؤوله انه نحن ما بدنا هالزلمه، ما بدنا اياه، وما بصير ينفرض علينا فرض. بس لا تظلموه رجاء، اكتبوا الحقيقه. غير الحقيقه يا اخي نحن ما بدنا.